شيماء. شيماء، طبعا. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم، ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة حبيبتي، اتفضلي. بعد اذنك يا دكتور، انا بقالي 6 سنين متزوجة، ايه يا ماما؟ وما بقالي 6 سنين متجوزة، بقالي 6 سنين متجوزة، طيب يا حبيبتي، خير؟ ومعايا طفلين، طيب. بس في مشاكل جامدة بيني وبين جوزي، تصرفاته صعبة، ودايما يعرف ستات، ودايما يكلم ستات على التليفون وعلى الفيس وكده، وبشوف صور صعبة وحاجات كتير قوي. فانا يعني انا كنت عايزة انفصل عنه، انت استحملت ايه؟ كتير وعدت علينا ظروف كتير. شيماء، انت بتقولي انت ايه؟ عايزة تعملي ايه؟ يعني شيماء، هو عصبي، انت عصبي دلوقتي جدا، متجوزة عصبي بقالك جدا. 6 سنين وعندك طفلين، ايوه وهو بيعاملك معاملة اه وحشة. ساعات بيبقى كويس وساعات بيبقى صعب، طيب، بس وبعدين؟ الحوار دايما دايما قاعد على الفيس، دايما بيكلم بنات، دايما بيتصور معاهم، دايما يعني يخرج. سلوكه مش كويس. ايوه، فانا بجد طيب، مش عارفه اعمل ايه. طلبت كذا مره طلاق، اهلي مش راضيين خالص، طب وظروفنا وولادك كانت بقى يا ظروفنا صعبه شيماء؟ واستحملت. انت عندك ولدين، طفلين، تفتكري يعني هيهون عليك انك انت ترميهم وتتطلقي، وبعدين اذا كنت هتتجوزي ولا لا، ولا هيصعبوا عليكي يا انا مش، شيماء؟ طبعا يعني، بس هعمل ايه يا دكتور؟ انا كلمته مره وكلمته اثنين، وانا مش مؤيده خالص ان انا حوار ان انا اغضب وكده، الحاجات دي ما عملتهاش خالص من 6 سنين، بس عماله استحمل كتير، ما فيش فايده. يعني مش عارفه اعمل ايه معاه، اتصرف معاه ازاي، مش عارفه. طب بصي يا حبيبتي، انا دايما في الحالات دي بقول ايه؟ بقول ان الزوجة توزن ميزان في اليد اليمنى وفي اليد اليسرى. وفي الميزان ده، في اليد اليمنى، اشوف حياتي مع الزوج ومع الابناء، واحنا اسرة مجمعة. والميزان الثاني اشوف حياتي بلا وبلا وبلا. مين هينفق عليا؟ مين هيراعيني؟ مين هيدخل عليا بالليل؟ مين هي الاولاد لما يتعبوا هقدر ارعاهم ولا هقدر اعمل ايه؟ لان شوف يا بنتي، كلنا عندنا اخطاء، ومش معقول ان هو مالي في هذه الاخطاء دون ان يبدر منك اي خطأ. يعني ما اعتقدش. فلابد ان الانسان يراجع نفسه ويوازن اموره. يا حبيبتي، الطلاق ده كلمة سهلة، لكن المهم ما بعد الطلاق. يا جماعة، انتوا يعني بيبقى قلبكم قوي قوي وعندكم عند ان الا يقولك انت طالق. وبعد ما يقولك انت طالق بقى، هتقعدي بقى تخبطي على البيوت، هتخبطي على الابواب، عشان تلاقي دوت اللي يراعي، وتلاقي ده اللي يصرف، وتلاقي ده اللي معرفش ايه، وتبقي انت حيه قدام ولادك. وللاسف الشديد يعني بيبقوا كاليتامى، الاطفال بيبقوا يتامى من غير اب ومن غير ام. فارجوكي تراجعي موقفك، واللي انت حره فيه.